نحن بعد ما جينا لدارفور لم نجد أمامنا الحكومة إلا حركات كفاح المصلحة، فلذلك قررنا بأن نكون أو العصب بتاع قوة بتاعتنا دي، العصب الكبير بتاعت القوة بتاعتنا دي اضطرينا بأن نجعلها قوة مشتركة من الحركات الكفاح المصلحة التي وقعت على اتفاق جوبا. والآن هذه الحركات تأمن من كريمة كوستي بور سودان أو كوستي الأبيض حتى حدود في الجنينة، جهد كبير جدا، السعة أكثر من قوتنا والحجم أكبر من حجمنا والقدرات أكثر من قدراتنا، لأن نحن حتى هذه اللحظة والعمل الجهد الكبير الذي نبذل ما قاعدين نبذل من حقوق الحكومة ولا قاعدين نشيل القطرة من الحكومة، بقدر ما إنه قاعدين نأكل سنامنا من أجل استقرار هذا البلد، من أجل إدخال الدواء والأكل، وفي أدوية كثيرة دخلت، فنتمنى إنه من جزء من هذه الأدوية يجب أن يدخل المناطق ديل المحليات الثلاثة أمبورو كورنويا طينة. وما زلنا لدينا قوات في خارج دارفور لحماية الطريق الطويل اللي ذكرناه، وبالإضافة لحماية مقرات المنظمات، حماية مؤسسات، حماية الأسواق وحماية غيرها. فنجد إن الحرب انتقالها في دارفور مصحوبة بالنهب المسلح، مصحوبة بالنبرة عنصرية، مصحوبة بالنبرة كراهية، مصحوبة بالقتل، مصحوبة بالاغتصابات، مصحوبة بالأخلاق لا تشبه أخلاق التي نحن كنا حاملين السلاح من أجلها. لا في قيمة إنسانية، لا في قيمة أخلاقية، لا في قيمة دنيوية، ولا في قيمة أخروية خالص. لقيناها إنما الناس يتميزون أنفسهم بجلود وبألوان وبالقبائل، فيأكلون ويشربون ويقتلون وينهبون ويغتصبون وضح النهار أمام الناس. أنا لا أعرف كيف يحكمون هؤلاء البشر. فهذا الأسلوب صبرنا كثير وتحدثنا كثير مع المختلف الاتجاهات، ولكن قسمنا حتى الحديث مع القادة بتاعتهم للأسف، ولا ندري ما القيمة هذه الحرب، لأنه عادة الحروب تقوم من أجل القضايا، الحروب تقوم من أجل القيم والإرساء القيم، ولكن لا نجد قيمة، لا نجد هدف، لا نجد نضال، ولا نجد حتى قطرة من الوصف اللي ممكن أن نحن نسميها هذه الوصفة الجيدة على ما يجري الآن. الرغم أنه على علمنا التام إن هذه الحرب ما كانت فيها أهداف من ورائها، بل هدف الوحيد هو الطلوع والسطو على الكرسي، والكرسي ده حق أي زول، أي مواطن قاعد هنا، صغير كبير، مرأة راجل طفل، من حقه أن يطلب الكرسي. لكن هنالك طرق ووسائل كثيرة، طالما إن الوسائل قد ابتدرت ووجدنا النور في نهاية النفق يجب أن ننتظر هذا النفق. الذين يحاربون قبل ذلك كانوا لا يجدون هذا النور في نهاية النفق ولذلك يحاربون، ولكن طالما أشعلوا تلك الشعلة أمام وفي نهاية النفق يجب أن تنتظر الناس لوصول إلى ذلك الشعلة. طيب الحرب قوموها الرئيس ونائبه، نحن مالنا وين؟ الحرب قوموها الناس اللي نحن لقيناه ووقعوا معانا الجوبة، نحن وين؟ فنحن قلنا يا جماعة ما بتعملوا الكلام ده، جبلناكم رؤساء، جبلناكم نواب، جبلنا قعدتنا معاكم تحتكم، مع انه اعمارنا في النضال اكبر وقيمنا في النضال اكبر وعمالنا ولغتنا كانت اظهر، ولكن قبلنا بان نجلس تحتكم من اجل هذه التراب ومن اجل هذا الوطن.
يجب أن يكفوا من هذه الحرب، ونحن على استعداد تام أن نقدم كل المبادرات التي يمكن أن تنهي هذه الحرب. وأمامنا نحن نتكلم ولنا أخ ولنا شقيق ولنا رجل السلام ولنا مناضل لم يصل هذا العيد، فهو خميس عبد الله بكر الذي أقتل غدرا وقتل غدرا وجزر غدرا بدون أي مبررات. لا يمكن أن نسمع من أي مبرر من أي شخص من أي قاتل على قاتل على قتل خميس بكر، مهما كان الأمور غير العنصرية وكراهية والعنصرية والكراهية والبغض، ما في حاجة تانية غير كده. وللأسف نترحم الروح الطاهرة بأنه تم غدر، وزيه كتار في مواقع كثيرة في دارفور في